صفة دورية، كل يوم لازم الرادار يتعاين ويتظبط، الشركات القائمة عليه لازم تراجعه. احنا مش عمرنا ما يبقى هدفنا ان احنا نظبط واحد مش مخالف. طب ايه الهدف منها؟ هدف منها المخالفة؟ ان نطلبوا فلوس. طيب هو الكلام كده، تاخدني النقطة تانية يا احمد بيه، ان انتوا خليني اخلص. ما انا خليني اقول لحضرتك ايه كلام بقى الناس، لانه عشان المهم، وانا يعني بشكر حضرتك على ساعة الصدر طبعا، لانه موضوع المرور ده ما فيش بيت في مصر مش هيسأل حضرتك فيه. كويس؟ ان انتوا بتيجوا يعني عن رضا، احنا جايين عن رضا وعايزين يلا يا جماعه انزلوا الشارع لمونا شويه فلوس، محتاجين شويه فلوس بقى للموازنه العامه ولا الخزي ولا شويه فلوس، يلا انزلوا على الناس. الكلام ده كلام طبعا جمله وقولا واحدا وبقدر الثقه مش صحيح اطلاقا، جمله وتفصيلا. لان اولا احنا مفيش توجيهات تيجي تقول حصلوا مخالفات، لكن التوجيهات تيجي تقول تشددوا في المخالفات علشان الناس. ما هو الناس لما يحصل لما 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 بنتراجع شويه في انفاذ القانون، يعني احنا بنتهم بعدم انفاذ القانون، فاحنا يبقى احنا بنيجي للتشدد في المخالفات. يعني طرق، يعني مثلا طرق دلوقتي الطرق الساحليه، نعم، عندنا طريق وادي النطرون العالمين عليه حوادث كتير، فبنتراجع نتشدد على هذا. بيجي التوجيهات من القيادات بتشدد على الطريق ده، عندنا مركز محاسب بيقول لنا الطريق ده عليه مشاكل في الحوادث، فبتعملوا كمان كتير، فبنزود الرادارات. احنا عندنا رادارات على مدار اليوم فعلى كل الطرق عشان قله الرادارات. برضه خلينا نتصرح، عندنا قله في الرادارات، عندنا عدد محدود جدا، بنحاول نشغله ونغير مكانه ونحط الرادارات هيكليه، يعني قصص عشان نقدر نتغلب على قله الرادارات في قله الامكانيات. لكن مفيش توجيه خدوا فلوس من الناس انزلوا اعملوا مخالفات. احنا بنتهم ان احنا بناخد من مخالفات المرور. الناس بيقولوا لنا انتوا بتاخدوا، انا باكد ان دي بينظمها القانون، والقانون قال هذه الموارد الخاصه بالمخالفات المرور ووزاره الداخليه بالكامل لا تتقاضى عنها مليم واحد.